Imagining my name, we don't like what you say. I don't give a fuck, y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they talking shit. Now I don't give a fuck, don't waste my time for this. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو اتحدى ما تحس بالسعادة للفيديو لو تشاركوا في القناة نصحي انتم ودي مشترك بضغط لايك نصحي لا اكبر عن القناة للفيديو. انا مش عارف اسانسير من الكهرباء وما هو عليك كاش ينزل ازاي؟ واو ينزلوا من فوق وتحت ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل على تعمل حط الحاجات من ورا التاني. النظام ده بيطبع الصحون او كده بتاع شكل دايرة او شكل حلزون. دي بحط التليفون مفيش حاجة واحدة. دي تليفون اهو مفيش حاجة واحدة. واو بحط ليه من ورا يروح الشحن بيتشحن عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة حاجة لطيفة عشان يشيلها. بتلاقي مادة لزجة او اي حاجة ثم تلاقيها من تلاتة. دي بننضف المكنسة بتنضف واشوفها القديمة دلوقتي الجديدة نوفا عاملة ازاي. واو دي كورة كوتشينة اسرحها عاملة ازاي. مرة روعة حلوة. دي تكتب بالليزر او بتاع تكتب ارقام تكتب حروف وارقام. دي بقى ورق الوان زي الواحدة راح كل يوم نزل معايا. بص الالوان كلها دي بص دي نفس زي الاولى دي بص برضه بيعمل بيديه بيبقى كله طالع. واو مرة رابعة واحد عايز واحدة زي دي بيشيل الاسمين الخطأ يكون جاي متغلف او شيل التغليف اللي عليه دي بتاع في البحر الألعاب المائية. عارف المركب هو سايبه على المية ده هو دي بيعمل ضغط لفوق. دي زي لون أسمر وزي الحبر برضه دي منتجات لعام معروف العادة بتاعها اللي بتنزل فيها تقنيات بعمل دي كراتين بتتغلف لسه بقى تروح المصانع وبتغلف فيها. دي بقى بتبص اكتب بص ده برضو ولا تلاقيه بص مع الانجل وبص مع الخشب ده ولا ايه. دي كان تاكسي كان تاكسي نموت كان في المطارات نموت عارف تاكسي ولا ايه. دي بتاع اللعبة دي تلاقي آلية بتتعمل 4 ثواني دي بنغلف شنط السفر بنغلفها. مش عارف مش يفتحها ولا يعمل اي حاجة. دي بتعمل شكل ارضية في الارض دي بقى اللي فوق في السقف المعلق او الجبسن بورد. دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله في افلام رصاص او العاب مهنية. دي لسه بقى تتغلف تتحط في قارتين تتغلف على طول. دي برضه حاجة صخرة نظام زي ورق في شريط لف على بتاع هيلفه على بقى هيلفه بعد كده يروح هيغلف في الباب دي بيض شايل بتاع الواو حط مد عند الواو حط اخضر واصفر واحمر. واو دي كور تنس صغيرة دي. دي مهلزك دي بقى بتعمل بيحط اسمه بتاع بيلف ويجيب آلات حادة ويرسم عليها. دي اشكال بتاعت الورق ديت